مساءً، شكراً على الاستضافة. ينورك يسلمك الدكتور ينون، رئيس حزب فضل بمعنى الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة. نعم. راح يكون من الجهة المقابلة أين سيشتد الصراع السياسي؟ الزميل الإعلامي والناشط السياسي عبد الوكيل بلام، أهلا بك. أهلا بك سيدي. مرحبا بك. الله يبارك فيك. شرفتنا. يحفظك. شكرا. كل عدنا راح يكون معنا المشاكس والمشاغب عبدو سمارة الجيري فوكس، 7 معلومات في أسبوع. يعطيكم مساء الخير مصطفى ومرحبا بكم. تعجب لي تسريحة الشعر تاعك، يعني الكوافر ما منكذبش عليكم، جي با يوطن عند الحفاف. تفكرني تفكرني بواحد رسوم متحرك. انا شاب خدام في الجزائر، وكيما الشباب ما كاينش بزاف خدامين، جو سوي بارمي لي راني خدام. بدا ربي يستر. هاو بدا اعتراف. يونس صابر شريف، مساء الخير، مرحبا بك. ميني ويكاند. مساء الخير. مساء الخير على كل المشاهدين، وخاصة عبد الوكيل بلام وسينو اللي شرفونا بالحضور تاعهم. الله يبارك فيك. لازم تقدموا على اساس يمثل بركات. ها وانا جاي. تقلقت. صح. عبد الوكيل بلام هو سي عباك ساعات تيزان. ساعات تيزان. نروحوا بالعقل. بركات، راح نجيو البركات. راح نهضروا على كلش بكل أريحية وحرية. طبعاً. أوكي؟ لكن نبدأ ب7 معلومات في 7 أيام مع عبدو سمارة الجيري فوكس. المعلومة الأولى متعلقة بالزعيم العظيم الوزير الأول عبد الملك سلال، الذي بعدما تنقل إلى فرنسا ها هو في لندن. نعم خويا مصطفى، السمانة هذه سلال سي ديفنو لاستار انترناسيونال، مش بك لاستار ناسيونال تاعنا اليوم، كان في باريس السمانة اللي فاتت، وين التقى مع معظم البيرسوناليتي بوليتيك فرونساز، وتلاقى نشوفوا مع مانويل فوس بريمي مينيست، وتلاقى مع بريزيدون هولاند اكسيتيرا. ولكن ابخي الفواياج هذا في فرنسا صارت اون بوليميك كبيرة، صار نقاش كبير وجدل كبير، لأنه كان عليه لازم يروح لندن، وفي الدقيقة الأخيرة خرجونا جاونا معلومات باللي ما حبوش يروح لندن. ولا دانا المينوت راح اليوم الخميس لندن باش بور اسيستي ان كونساي الجيرو بريتانيك ايكونوميك مع الوزير الصناعه والمينيستر انفستيسمون. واش صار في فرنسا؟ دابور الغلطه الاولى اللي صرات، ولا المشكل الاولى اللي صرا، سيك بروميير فوا الوزير الاول الجزائري لا ايتي اكوي بلايروبور بار ان سكرتير ديتا. سيك ما جاش ليه وزير، وما جاش ليه الوزير الاول الفرنسي باش يتلاقى بيه. بروميير فوا بروتوكولي نو او كونترير بروتوكولي نورمالمون un premier ministre est accueilli par son égal dans toutes les diplomaties du monde. Qui dit un premier ministre, au moins il dit un ministre ou un premier ministre. Les Français battent un secrétaire d'État. Une petite polémique a commencé. La deuxième polémique a commencé, qui c'est là, il a fait une déclaration à le président Hollande, nous invitons, je cite, j'ai insisté auprès du président Hollande pour qu'il vienne constater lui-même en Algérie l'évolution correcte de l'état de santé du président Bouteflika. هذه الخرجه في شبكات التواصل الاجتماعي وحتى في الساحه السياسيه الجزائريه دار جدل كبير، لانه من الغريب ومن اول خطره شفنا سياسي جزائري او قائد جزائري يدعي رئيس اجنبي باش يتكلم على صحه الرئيس، حتى في الاجندا تاع اللقاء الفرنسي الجزائري سيتي نورمالمون لقاء اقتصادي سياسي، صحه الرئيس بوتفليقه نا با ان سوجي دات. كي دخل سلال الجزائر صار جدل، وخرجنا معلومات باللي انه رئاسه الجمهوريه هي اللي ما حبتش يكون سلال في لندن. بصح تصريح عبد الرحمن خديناه يعني في سياق اخر، تصريح كان اجابه على سؤال تاع صحفيين، وما كانش في اجندا تاع الزياره تاع سلال. سيت اون كونفيرونس دو بريس، دون توت لي فيزيت اي اون كونفيرونس دو بريس، ولكن شاك بوليتيسيان ولا شاك ميني شاك ديريجو دان بيي دون اون كونفيرونس دو بريس عنده الحق ما يوجبش على سؤال. نورمالمون كونت اي اون كيستيون كي ايشاب او الاجندا دو لا فيزيت اي بو نو با ريبوند. ساركوزي هكا كان في روسيا و posa une question à la France, قال لهم انا شو لا pour une relation algéro française et russe. دونك ما كانتش عندها علاقه. دونك الجدل هل سلال قادر على لا ميسيون ديبلوماتيك اللي عطاوها له؟ المهم انه من بعد راح لندن. ومن بعد الدقائق الاخيره مفاجاه الدقائق الاخيره خرج كومونيكي تاع الوزاره الاولى تاع البريمي مينيستر ايزون دي ايفيكتيفمون سلال راح لندن وراح الخميس صباح وحده لاجوندا تاعو. دونك كانت اون سيمين تري كومبليكي بور عبد الملك سلال. شكون شاف لا كاريكاتور تاع الوطن اللي دارها لويك على لندن؟ كل جوغ شفناها شنو؟ البارح هشام ما شفناهاش.
واش قال فيها؟ واش دار؟ وين دار طابي روج وميستر بين يستقبل؟ ما شفتوهاش. هي لافورماسيون علاش دار لا كاريكاتور هذه خرجت جوستومون باسكو كاين واحد لافورماسيون كوم كوا لي زونجلي بعثوا لو مير تاع لندن باش يستنى رئيس الوزراء الجزائري. حنا زاد ما حملوهاش كثر لا دبلوماسي الجزائريه باسكو سي با نورمال كان مير اكوين بريمير. خليني نعطي لك معلومه، زوجه هي ماشي غير السي سلال اللي راهو في لندن، ميم سي رب راب راهو في لندن. يسعد براب لوم دافير الجزائريان يكمل في المسيره تاعو المسيره الدوليه، وفي الوقت اللي رانا نتسائلوا كيفاش يكون عندنا نموذج اقتصادي وكيفاش يكون عندنا نمو اقتصادي كيفاش نطوروا الاقتصاد ونخلقوا مناصب الشغل ولا ثروات اقتصاديه، عندنا جزائري اللي راهو في لا بورس دو لندن. ميزامي في لا بورس دو لندن اول خطوه في تاريخ الجزائر شركه جزائريه اللي اسمها سيفيتال دارت سكون ابل ان اوبخان اوبليغاتير في لا بورس دو لندن. باش نفهموا الجزائريين واش معناتها ان اوبخان اوبليغاتير، كي تهضر باللغه الفرنسيه هو 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 جي دو مال لو تروفي جي دو مال مالوروزمون لا لونغ تاع لي فينونس سي الانجليزيه والفرنسيه، العربيه لا دو مال سامبوزي في لونغ دي فينونس. جو كوني با لا ترادكسيون اكزاكت. تعرف دكتور لا ترادكسيون اكزاكت دو اوبخان اوبليغاتير؟ نو. Alors, c'est quoi un emprunt obligataire? Là, c'est un terme économique. Exact. C'est un terme économique. Ça existe, بالعربية, ça existe. Ça existe. Oui, oui. Tout doit exister. Tout doit exister. Mais le concept, c'est quoi? Un emprunt obligataire qui est une entreprise qui a 100 dirhams, elle va à la bourse, elle va émettre des obligations. Quelle est la différence entre action et obligation? Parce que la bourse, on a acheté des actions, tu as des actionnaires, ou tu as acheté une obligation. Mais tu as 100 dirhams de cette entreprise, ou tu as un calendrier, tu as une entreprise qui a des intérêts. بهذه لوبيراسيون سيفيتال راح يجيب فيها 1 مليار دورو، وبالمليار دورو الجزائري هذا البسيط اللي ما خلاوهش يخدم هنا في الجزائر باسكو نحاولوا لو بروجي دو بلارا طور القطريين في جيجل، وما خلاوهش يدير لو بروجي تاع كاب جنات. انسان ربرب راح لندن يجيب 1 مليار دورو ويفا لانفيستير اون ايطالي باش يشري شركه ايطاليه كبرى ويدير المشاريع تاع اقتصاديه. نعطي بزوج معلومات الناس لما يقولوا بلي ربرب حبس الانفيستيسمون تاعو نيجيري، سي فو. السمانه هذه شرا 15% من شركه رويبا بور 3 مليار دو دينار، وراح يدير مصنع جديد في برج بوعريريش مع 3000 امبلوا، وين راح يكسبورتي به البي في سي لفرنسا. عندك شيط مع ربرابك غير دير نو. انا جو دي لاكتواليتي ابارامون، جو دي جوست نو جو دي جوست كاين لاكتواليتي كاين انسان جزائري. خليني نعطيك معلومه عندها علاقه بنجاح سير براب. سير براب ويخدم وينجح ويدير مناصب شغل وفيه عرقله شويه في الجزائر، لكن 10% هي النسبة على الأقل النظرية التي نتحدث عنها فيما يخص البطالة في الجزائر. النسبة النظرية هذه المشكل فيها هي 10% منذ واحد العامين وثلاث سنين. سيتادير المشكل وين راه؟ نفهموا بلي في الجزائر اليوم كاين اكزاكتومون على حساب لو رابور تاع رابور غوفرنمونتال، هي اكزاكتومون 1,150,000 شومور، 1,150,000 بطال. ان هادو النسبه ما تغيرتش. سي لي ستاتيستيك او ان اس. او ان اس ستاتيستيك غوفرنمونتال، او ان اس غوفرنمونتال. دونك اون فوا لي ستوديي رابيدمون. سولا فو دير كوا؟ يا دير. دونك جو بوكو يا دير؟ باسكو هادو لي ستاتيستيك ما تبدلوش في العامين وفي السنين الاخيره. وعلاش ما تبدلوش؟ الوغ كو ليتا الجيريان عنده اون بوليتيك ايكونوميك دو بوكو ديبونس. شاك اني اون ديبونس دي مليار بور فير دي بروجي، شاك اني اون ديبونس دي مليار بور انفستير، ولي شومور يبقاو. لماذا؟ وعبد اللطيف بن شنو لونسيان مينيست قالها وقلناها احنا في ليميسيون بور لا سامبل ريزون لا بلوبار دي بروجي هادو سون دوني ا دي زيترونجي، وهادو لي سوسيتي ايترونجي يجيبو دي زيترونجي. كون تو دون لا غروند موسكي ا دي سوسيتي شينواز، لي شينوا يجيبو ايسونسيلمون دي شينوا. دونك النسبه هذه ما بقاتش. برك نعطي برك ارقام اخرى. الشوماج كونترامون سكون كخوا بزاف ناس يشتكوا من المراكي تخدم، الحق في الحقيقه الشوماج توش بلوس لي فام كو لي زوم اون الجيري. 14% شين عند النساء و 8% عند الرجال. ناتو برك المشكل الاقتصادي راهي في الجزائر. وين لي زاجون يخدموا بزاف على حسابكم؟ وين كاين سيكتور في الخدمات لي سيرفيس؟ ميم با الخدمات، اينيكمو لو سيكتور دو كوميرس، وين 61% من الخدامين في الجزائر يخدموا فيه. وعلما ان اغلبيه هذا القطاع قطاع انفورمال موازي. دونك 61% من الجزائريين يخدموا في الكوميرس، دونك ما يصنعوش. الصناعه عندك 12% 12% برك، والفلاحه 11%. معناتها لي زاكتيفيتي لي سيكتور استراتيجيك لبلادنا باش نديرو الفلاحه و نديرو الصناعه، لي زاجين ما يخدموش فيهم. لي زاجين يخدموا اونيكمون في الكوميرس. اون بلوس اخيرا نشوفوا بلي لو سيكتور بريفي في الجزائر يمثل 73% من لي زوفر دومبلوا. معناتها الناس اللي تخدم في الجزائر سي اسونسيالمون دي بريفي. مالوروزمون هادو الناس كاع في الكوميرس، سكي في كو لالجيري ايكونوميكمون تبقى طول طون سو ديفلوبي سي اون ا با اون اندستري اون اغريكولتور. بالفعل. هل هاد الناس كاع يقدروا يخرجوا يديروا مظاهرات في الشارع؟ الوغ السمانه هذه سي علي يحيى عبد النور
اللي كان وزير سابق الحكومه الجزائريه في وقت بومدين نوطامون في القرن الماضي. القرن الماضي على كل حال هو انسان كبير و واش ما عجبكش فيه؟ واش نعم ايفوكي لو فيت كيل ايتي مينيستر يا 50 ans سان كولبا سان كولبا يعني الخلل افيك سون ابيل ا مون سونس واي انا جو نو فايك باسكو مش العلاقه انا هذه التعبير ديما تشبه تشبه الدستور الجزائري يقول لك باه ترشح لرئيس الجمهوريه اللي تكون مجاهد ولا باباك ما يكونش كان حركي. تعرف واش معناتها؟ معناتها نهار تجي ترشح يقول لك مسيو ديك ساسي فو نافي با الدروا سافي بوكوا باسكو يا 60 ans دو سا فوت بير ا كوميون ايرور. En fait, je l'ai évoqué justement pour ne pas dire ça. خلينا نسمعوا سي نون. خلينا نسمعوا سي نون. سي بلا سي بلا دقيقة دقيقة. لا لا دقيقة نسمعوا سي نون. كيفاش راك تشوفها؟ شوفني يا أخي العزيز. الفكر الإقصائي هو اللي أدانا للوضعية اللي رانا فيها. جو روجوان. صحة مفهومة مفهومة. فيما يتعلق بالاشتراط. نتاع ما يكونش باباه حركي. أنا نتعجب عندما شاب مثلك أو كهل، جو بريفير دير كهل باسكو أنت تجاوز الشاب أشهب. أنت كهل يا سي بلا. هذي شيخ وأنت كهل. أنا اسمع حنا يعني أنا عجوز. اسمعني اسمعني. عجوز. شوف شوف يا أخي. بس فريق عشاب. اسمع لازم تعطي كل ذي حق حقه. أكيد الناس اللي ضحات هاد الناس باش تشوف الجزائر مستقلة وبرجال مستقلي الفكر. بالنسبة لماذا وضع الشرط هذا في الدستور بسرعة؟ لأنه شوف لأنه لا يعقل لابن أن لا يتأثر بأبيه. احنا نقول أنا نزيد نضيف لك عبارة يلا. إذا كان واحد ماذا به باش يترشح لرئاسة الجمهورية لازم يتبرأ من الأعمال اللي قام بها باباه كحركي. حنا مازال نتابعوا الحركة حتى النهاية. حبس هنا سي نون. شوبينية شوبينية هذه شوبينية الوطنية رجعتها شوبينية الوطنية رجعتها شوبينية سي نون. مصطفى يتحدث عن القانون. نعم تفضل خليني سي بلا نولوا لاكتواليتي. اسمحوا لي تفضل لاكتواليتي. نولوا لاكتواليتي الأسبوع تاعنا اللي كان بعيد على الحركة والمشاكل الحركة. الأسبوع هذا السي علي يحيى بن النور أنا قلت باللي كان وزير لأنه كان وزير ومن بعد إلى فوندي لا ليغا جينيرال دي دوا دلوم الهيئة لحقوق الإنسان سي بور سا خوت كان وزير كان في النظام وكان ودار هذه الهيئة واللي اليوم دار تدخل في هذا الأسبوع وانتقد بزاف لوبوزيسيون اللي ألوغ كو هو راه في لوبوزيسيون انتقد بزاف لوبوزيسيون وقال لهم يا جماعة هذه لوبوزيسيون اللي تلاقى في خيمات ما دير والو وإذا كنتوا حابين فريمون ديروا لوبوزيسيون عليكم تخرجوا إلى الشارع لأنه يقول على حسابه سي لو مومون جامي دو فير دي بريسيون على النظام باش يكون فيه فريمون تغيير. معليش تحب واش قال علي يحيى بن الأسبوع معليش سي نون واش رأيك في واش قال السي يحيى عبد النور؟ بالنسبة أولا أنا نحترم رأي كل واحد. معليش هذه نحيها من جهة، أعطيني رأيك أنت. بالنسبة لرأيي المعارضة وإلا السلطة من المفروض دستوريا وقانونيا ومنطقيا تعمل من أجل هدف واحد وهو بناء دولة قوية هذا في يتغير من منظور لاخر. يعني مش بالضروره انك انت تشوف تبني الجزائر وفق تصور معين، انا انظر بان الجزائر ابنيها قويه وفق تصور اخر. ولا ولهذا التصورات نتاعنا يجب ان تبقى محترمه عندي وعندك، لكن يبقى عندما نقول باللي راه فيه انحراف سواء للسلطه او للمعارضه وقت نقول باللي موجود انحراف. عندما يتعلق الأمر بالمساس بقيم أساسية وهي السيادة الوطنية وهي بلا دولة قوية وهي الوحدة الوطنية فريق الوطني كرة القدم ثلاث حوايج لازم نتفقوا فيهم. يبقى خلاص في البناء هو فهمتك وجود. اسمع مع الدعوة لنزول الشارع لا أنا لست مع الدعوة. أولا سأعلق على الدعوة لنزول الشارع. نعم ديجا هذا موالف ينزل حياته كاع في الشارع. نحن حزب فضل اذا كان الخروج للشارع في اطار
لا يمس بالوحدة الوطنية وبالاستقرار الوطني وبضرب الجزائر في استقرارها وفي أمنها، فإنني أكون مع هذا الخروج في إطار منظم. عفوا عفوا اسمح لي سأكمل. لا 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 سأكمل. تحبي تقول تخرج جنوزها في الشارع. سي مصطفى سأكمل. تفضل. أنت قلت أنا لا إله إلا الله. ضرب. لا 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 تقطع لي لا تقطع لي الفكرة. لا تقطع لي الفكرة. لأنه لا أريد أن تقطع لي الفكرة. وسي مصطفى نقول باللي ثلاثة إلى واحد ضد واحد فما عليك. راني معاك. لا اسمح لي اسمح لي. إذن بالنسبة نو ما عنديش جوني با كومبلكس. يجلوري جامي يجلوري جامي. خليه يهضر سي النون. إذن بالنسبة البعض يتخذ من بعض المواقف وسيلة لضرب استقرار الجزائر. نحن ضد هؤلاء. نحن ضد هؤلاء ونحن نقبل بالهزيمة. صح عفوا صح عفوا صح نحن نقبل نحن نقبل الوطنيون. عفوا عبد النور سأكمل. الوطنيون الحقيقيون عندك شك في وطنية علي يا بنور؟ اسمح لي اسمح لي عندك شك في وطنية علي يا بنور؟ من يحبون الجزائر حتى لا أقول وطني، من يحبون الجزائر من يحبون الجزائر قد يقبلون بالهزيمة الفردية على أن تنهزم الجزائر. خلاص حبس هذا هو حبس هذا هو حبس انا من فضلك معليش. حبيت نروح الحاجه عندها علاقه بالحج وعندها علاقه بلابوست مهم جدا. انت حجيت؟ ما حجيت؟ نعم حجيت. شحال من خطره؟ حجيت مره مره مره. منين جبت الوراقي؟ والله باب مرت بالطريقه العاديه جدا. كنت تعرف شو عندها واحد؟ عندها مده. لا ما نعرف ولا واحد ماشي بلا فلان. كي كنت في لافلان لا لا كي كنت في لافلان لا 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 انا ما عطاو لي معلومات. نعم قالوا لي كي كنت في لافلان عاونوك جبت. لا ما عاوني ولا واحد. عاوني ربي عاوني ربي فقط سبحان الله. ولا اقبل من احد ان يعاونني على حساب حسنا قلنا اراده الله سبحانه وتعالى. القرعه في البلديه ولا وين؟ نعم الباسبور جبتوا بالقرعه في البلديه ولا؟ انا جبت الباسبور. اسمع لي الباسبور تاع الحج جيء سواء عن طريق الاقتراع او غيره. هذا المهم المهم مع الديار اللي راه مع الديار اصحابك جابوا لك الديار. انا راه فوق راسي. اسمح لي اسمع الباسبور. اسمع الديار فوق راسي لانه هذا هو شرف الجزائر. المهم المهم الشيخ برباره واش به؟ الشيخ برباره الو سمعنا هذه كاين زوج بالك من بالك الاسبوع الجاي بالك هذو يحطوا للشارع. هو الشيخ برباره اللي كان حاكم لوفيس تاع الحج والعمره والبي دي جي والديريكتور جينيرال تاع الجيري بوست اللي اسمه محمد العيد محلول كايتي ليموجي سمعنا هذه الرئاسه قررت باش تحاوزهم. لماذا؟ لانه في الجيري بوست المشاكل قعدوا غير فيها ما طورتش هذه لونتربريز وحكمها منذ 4 سنين 3 سنوات. عندك لو ديفيسيت باغ اكزومبل نعطيكم برك رقم من دوبوي انا نهضر بالارقام ما نهضرش بالمشاعر. من دوبوي 2011 كاين 7 مليون دورو دو ديفيسيت في الجيري بوست. لا كريز دو ليكيديتي مواطنين من عام لعام من شهر لشهر يروحوا باش يجبدوا دراهمهم ما يلقاوش دراهم في البوستا. هذا الانسان اللي كان حاكم الجيري بوست كان يضل يتهم بلا بنك دالجيري دائما كان يقولنا بلي لا بنك دالجيري هي ما كاينش تمد لي في الصرف. اما اليوم الرئاسه هضرت حاوزاته هو والشيخ برباره. الشيخ برباره لان البعثات الحج كانت في سوء تسيير كبير كرون ديزورغانيزاسيون حتى شفنا حجاج جزائريين يتبحروا في مكه واذا حتى واحد ما يقدر يعاونهم. دونك لا بريزيدونس قالت يونا مار من لا موفيز جيستيون. وعلى لوفيس تاع الحج لوفيس تاع الحج اللي جيري بار لا بريزيدونس اللي جيري بار مينيستير زافير ريليجيوز ولكن عنده ان ستاتيو دوتونومي الى بور كي سوا باش هذاك الانسان تاع الحاكم الهيئه باش يتنحى ولا الاخر ما يقدرش وزير شؤون شؤون دينيه. لازم رئيس الجمهوريه يظهر لي سيدي الدكري سي برباره كان مرة حتى راه شق اعلامي بين الديوان دقيقه يظهر لي بلي سي برباره كان مر في حصه في النهار وقال بلي جي ديميسيوني فيكتيف. خلينا نتكلم ولا نتكلم في مكاني الا كان تكلم تفضل. الله العظيم انت تقلق سي النون. ما تقلقش انت شاب المفروض تكون اولا الاحترام للاكبر اثنين الاحترام للجلسه. هذا ولا لا نعم لا لا اسمع لي ما تصلح لي ما والو. انت تكلم موقفك وانا نتكلم موقفك. يلا موقف تاعك. اذا بالنسبه للبرباره كان مر في حصه جا في قناه وفي لها القناه هذا يقول بلي انا قدمت الطلب نتاعي باش يعفيوني من الخدمه هذه. انا نتعجب من الشاب عندما يكون الحدث
لازمك تعلق على الحدث قبل دبر نعقد قبل دبر قبل اما اليوم بعد ما تنحى بربره باش جيت تقول باللي كان عاودها هذيك شدوا في اليد اليد في اليد دبر شدوا في اليد ها شدوا صور اسماعيل صور دبر استاذ صورها انا مع التواصل لا مع التواصل هما مع التقاطع لا لا دبر الاستاذ ما شافش بالك الحصه المليحه باسكو في الحصه واش قال الاستاذ بربره قال لهم انا ديميسيونيت باسكو دومونديت كونجي والوزير ما حبش يعطيني كونجي خرجت هو واش قال في الحصه ما قالش هذه ميسيون لا لا دونك مي باش نفهموا مليح باش نفهموا مليح الجزائريين جي شوي لي ميسيون ها مش حبت هذا باش نفهموا الجزائريين من حيث العمراء سي بليز اون لا كوبيتي صح معليش نحبسها هنا وبالتالي انا اطلب او طلبت من الوزير وراني ننتظر باش يعطيني باش يعفيني من هذا المصيبه انا حبيت عليك رئيس بوتفليقه باش تكون وزير الشؤون الدينيه والاوقاف اسكو تقبل ولا ما تقبلش انا تحت السلطه الجزائريه كان بوتفليقة أو كان غيره دولة ماشي سلطة دولة الدولة نعم الدولة الجزائرية لأنه رئيس الجمهورية يمثل الدولة الجزائرية هو رمز الدولة قلت سلطة ما قلت هو رمز الدولة طبعا هو سلطة ودولة باش تزيد نعطيك عطيني منصب مهم باش تفهم المقصود الدولة والسلطة شيئان مختلفان تماما ولكن رئيس الجمهورية الوحيد اللي يقدر يمثل بين الدولة والسلطة ما لا تقبل ما لا تقبل نعم تقبل أنا أي منصب مستعد ليه وفرحان مريم زيري عليه زيري عليه مريومة سيري عليه سيري عليه اسمح لي صح ما تقوليش هكا في قلبك صح تعفسها هكا انا انسان على المباشر على المباشر اولا نحن في عمر الحمد لله افنيناه في خدمة الجزائر نعم دون مقابل ما خديناش حتى رئيس بلدية دوك لازم دون لا لا اسمح لي ما خدينا رئيس بلدية لا خدينا كذا لا خدينا باسبور الحج الحج انت ما تروحش ليه لان تخاف تخاف لا تحسب لا تحسب لا تحسب على جهات اخرى احنا عندنا الشجاعة احنا نؤمن بالدين قبل ان نؤمن بالمظاهر الشكلية وبالتالي اسمح لي وبالتالي اسمح لي شوف شوف هذا اسمح لي الحج انت حبي يولي ولا عطاو له وزير يقبل لا اسمح لي انا بالنسبة لي لا اطلب ولا ارفض هذا هو المبدا نتاعي في خدمه البلاد في خدمه الدوله وليس السلطه وكان يعطوا لك سفير في موقديشو تروح والله لو يعطيوني حتى في اسوا من موقديشو وين؟ اذهب نورمال. يعني في اسوا مكان لانه اكون الاب نتاعي ضحى من اجل البلاد عطى الروح نتاعو انا لا موندر دي شوز نكون في اسوا مكان هذا هو المبدا نتاعي انا لو جات باش نعيش عيشه كريمه لو كان يقولوا لي باش نعيش عيشه محترمه اسمح لي لو باش نعيش عيشه محترمه هادئه كم سعيده انا ما نعملش سياسه والله ما نعملها عندي امكاناتي الماديه الشخصيه انت تعرف سي مصطفى جو سوي ليسونسي اون دروا جو بو فير كافوكا جو سوي جي مون كابا دافوكا جو سوي ميدسان سبيسياليست اون اوديف وتعرف باللي بلوضياف نعيش كيما لازم الحال جو سوي ماستر ان جورناليزم سيونتيفيك اي فو سافي بيان اجي مي بيان اجي جيل جي مي بيان ايسي اذن انا واش خلاني باش نعمل باش ننخرط في السياسه وما نقبلش نتراجع عليها هو انه ساجيبك هو انه انا لو كان ما ندخلش في السياسه تسمى بابا ضحى من اجل البلاد وانا فضلت المعيشه الشخصيه نرجع لك انا لو كان ليا انا شخصيا كرئيس حزب وادعو من خلالكم ومن خلال هذه القناه انه لي ديبيتي واحد ما يزيد يخلص ولا دور هذه صح ولا دور ولا دور علاه اسمح لي هذا مطالب اسمح لي لماذا 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 حتى يكون ممثل الشعب حقيقه يجب ان يحس باحاسيسه وان يعيش معيشته ليس فقط الديبيتي ولكن لو مينيستر اوسي لو مينيستر اوسي ما لازموش يخلص هذيك لي 50 ولا 40 مليون نتاع il doit سينون سينون مفهوم اجمال لازم يحرص على المعيشه البسيطه للمواطن البسيط وعلى الوزير انا الاولي انا عندما يمشي في الشارع ما يعملولوش هذيك فسح المجال لماذا حتى يحس بالمشكل اللي راه يعيشه المواطن هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو الوطن الوطني الجزائري لا المعارضه ليست انا لست مع المعارضه ولست مع السلطان معهم الاثنين في اطار بناء الجزائر اسمحوا لي دقيقه شكرا شكرا نروح مباشره للميني ويكند
بين المعارضة والسلطة حديث عن النواب وما أدراك من النواب. أحبكم يا نواب، نموت عليكم يا نواب يا العظماء، يدمنا يدمنا. تفضل. شكرا مصطفى، شكرا مشاهدينا اللي قعدتوا معنا حتى باش تشوفوا الميني ويكاند. في الميني ويكاند راح شو الحاب يقول كي كملوا تقدروا تروحوا. لا لا، ننصحكم تقعدوا لانه كان اشياء رائعه جدا.